بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا بكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله معنا في هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم قضايا شرعية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم من قناة إثراء الفضائية من دولة الكويت، أهلا بكم، والذي دائما نهتم بشؤون الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام. إذن بداية مشاهدي الكرام، باسمكم اسمحوا لي بأن أرحب بضيفي في هذه الأمسية الطيبة المباركة، فضيلة الشيخ سعد شمري الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله أبو عبد الله. أهلا بكم وسهلا، حياكم الله بالمشاهدين. أسعدتنا في هذا اللقاء وشكرا لتلبية الدعوة. حياكم الله أبو عبد الله. خلينا نأخذ هذا التقرير تعريفي عن موضوع حلقتنا اليوم ونرجع نكمل حوارنا. مشاهدين الكرام، فاصل ونعود لكم من جديد. النذر وكفارة اليمين. يعتبر النذر من العبادات القديمة، وجاء الإسلام بعد ذلك واستمر النذر وذكر في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة، ولكن النذر منهي عنه حيث لا ينبغي القيام به، أما إذا تم فيصبح واجب القيام به إذا لم يكن في معصية الخالق. والنذر اصطلاحا يعني قيام الشخص المكلف بالإيجاب والإلزام على نفسه أمرا لم يكن عليه، سواء كان هذا الأمر معلقا أو منجزا. وحتى يكون نذرا لابد أن تتوفر به صفة الإلزام، كأن يقول شخص نذرت لله تعالى صيام 3 أيام متتالية إذا رزقت بمولود ولد وما شابه ذلك. وللنذر أقسام وأحكام، ومن أمثلته نذر الغضب. هذا النذر يكون كاليمين، بحيث ينذر الشخص القيام بشيء أو المنع منه بغير القصد للنذر. وحكم هذا النذر مثل حكم اليمين، حيث إن الشخص إذا لم يوفي نذره يلزم عليه كفارة اليمين. أما كفارة اليمين هي القيام بعتق رقبة، أو أن يقوم الشخص بإطعام 10 مساكين، أو يقوم بكسوتهم، وإذا لم يستطع فعليه صيام 3 أيام. عدنا لكم مشاهدين الكرام ونستكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ سعد الشمري الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله أبو عبد الله، ونجد لك تحية أكيد بعد هذا الفاصل. في التقرير أبو عبد الله أخذنا يعني نبدا عن موضوعنا اليوم اللي هو الايمان والنذور، فلذلك اجعل المقدمه عندك عبد الله، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين، عليه الصلاه والسلام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا شك أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة، وذلك لأنه يتعلق بالألفاظ، ما يقوله الإنسان وما يذره، لأن وهذه الأشياء من الأيمان والنذور إنما إذا تكلم بها المرء ترتب على ذلك أحكام. صحيح. تترتب على ذلك أحكام، فلا بد أن يعلم الإنسان إذا نطق بهذه الأشياء ما يجب عليه وما يستحب له، وما يعني يترتب على هذه الألفاظ من الأيمان والنذر. جميل أبو عبد الله، خلينا نعرف بداية ما هي الأيمان. الأيمان يمكن كثير من المشاهدين يعني النذور ممكن يعني المفردة معروفة، لكن نعم الأيمان هي الأقسام أو الحلف. إذا حلف الإنسان على أن يفعل شيئا أو حلف أن لا يفعل شيئا، وإنما يراد به تأكيد الكلام أو حث نفسه على فعل شيء أو حث نفسه على المنع من شيء. واضح؟ ولذلك يعني مرات يلجأ الإنسان إلى أن يحلف لتأكيد كلامه. ولذلك لما عرفوه قالوا الأيمان جمع يمين، واليمين هي اليد. وذلك كان العرب السابق إذا تحالفوا تصافحوا، كل مد يمينه للمصافحة عند الحلف، فسميت يمين. أيمان. وإلا فإنها في الشرع هي توكيد الأمر المحلوف عليه باسم الله عز وجل أو بصفة من صفاته.
يعني كان يقول والله لا أفعلن أو والله لا أتركن أو والله لا أفعل كذا والله لا سأفعل كذا وغير ذلك من الأشياء، أو أنه يحلف على حث نفسه على أمر أو على منع نفسه على أمر، يعني على تركه وغير ذلك. يحلف على نفسه أبو عبد الله يعني؟ يعني يشبه ما يلزم نفسه بالنذر، يلزم نفسه بشيء يريد فعله باليمين بخلاف النذر. والنذر وإن كان فيه معنى اليمين، كان يقول مثلا لله، النذر في اللغة هو الإيجاب، نذر على نفسه. راح نتكلم عن النذر على نفسه. جميل، خلينا ناخذ أقسام اليمين أبو عبد الله. أقسام اليمين كما جاءت في النصوص الشرعية هم ثلاثة أقسام. أولا اليمين اللغو التي تعتبر لغو، كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا ما يجري على الألسنة، ما يجري على اللسان من غير قصد. كان يقول والله لا تفعل، والله لا أفعل، والله ما قلت، والله سأقول، يجري على لسانه من غير أن يقصد اليمين. كان يقول بلى والله، يعني من هذا القبيل، فهذا ليس عليه كفارة ولا يترتب عليه شيء، ولكن يلزم المرء أن يحافظ على يمينه كما قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. لماذا؟ لأن اليمين لما يحلف الإنسان على يعني بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، هذا فيه نوع تعظيم صحيح للمحلوف به وهو الله سبحانه صحيح وتعالى، لأنك بهذا الحلف تعظم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تكثر الحلف، أولا لا تكثر الحلف، ثانيا أنك لا تحلف إلا على أمر مهم، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده. وتجد أن الأمر الذي أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما. فهذا القسم الأول هو قسم اللغو، اليمين اللغو الذي لا يترتب عليه شيء، ولكن ينبغي للمرء أن يحافظ على حلفه فلا يكثر الحلف تعظيما لله عز وجل. أما النوع الثاني وهو اليمين الغموس. اليمين الغموس جاءت الأحاديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منه. اليمين الغموس سميت غموسا لأنها سبب لدخول صاحبها النار، وكذلك أنها تغمسه في النار، نسأل الله العافية والسلامة، وكذلك تغمسه في الإثم. وهي التي يحلف يعني كاذبا على أمر قد مضى، كاذبا فيه متعمد، فهذا الأمر بحد ذاته لا شك أنه كبير من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل توعد من فعل ذلك، وهي صفة غالبة في المنافقين. ولكن من حيث الكفارة ليس عليها كفارة، ولكن الإنسان يجب عليه إذا صدر منه هذا الأمر أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الحلف الغموس يعني يحلف بغير الله مثلا، هي اليمين الكاذبة. لا، اليمين الكاذب يحلف بالله، يحلف بالله لكن كذب، ولكن كاذب على أمر قد مضى وهو متعمد فيه. واضح؟ فهنا لا شك أنه آثم على هذا، ويجب عليه التوبة والاستغفار، لأن الكفارة لا تفي بأن يعني تمسح أو تمحي هذا الذنب. جميل. وثالث كذلك الحلف بغير الله. الحلف بغير الله أمر يعني حكم خاص أنه محرم وأنه شرك، كان يحلف بالكعبة أو يحلف يعني بشيء بأي شيء من مخلوقات الله عز وجل. ولكن لو قلت إن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بأشياء من مخلوقاته، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والضحى والليل إذا سجى والعصر، نقول إن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكن ليس المخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. نعم. فإذا حلف بغير الله فقد أشرك، كما جاء في الحديث من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، لأنه عظم المخلوق كتعظيمه لله. صحيح. مجرد الحلف بغير الله هذا شرك أصغر، ولكن أن يصل به الحلف أو هذا التعظيم المحلوف به أن يعظمه كتعظيم الله سبحانه وتعالى، كمن يحلف بالأولياء أو يحلف يعني الأشياء المعظمة غير الله سبحانه وتعالى، تعظيمه كتعظيم الله فقد وقع في الشرك الأكبر. ولذلك يجب على
المرء إذا حلف بغير الله أن يقول بعدها لا إله إلا الله، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ليصمت. كثير من الأشخاص يعني هذه الدارجة عندنا أبو عبد الله بالعامية، إحنا نقول يحلف ورأسهم يبوي، وفي بعض يعني الآخرين والنبي مثلا ودفنة جدة، وهذه إشكالية. هو يعلم، بعضهم ما يدري إن أبو عبد الله إن هذا الأمر اللي قاعد يقوله أمر خطير مو سهل، يجب أن يعي يعني هذا الأمر. لا شك أنه بهذا الأمر يقع في الشرك، ولكن مجرد القول الشرك أصغر، ولكن لا يغلو في هذا المحلوف به كغلو كتعظيمه لله سبحانه وتعالى، فإن هذا أمر يعني التعظيم لا يكون إلا لله عز وجل. صحيح. الحق خالص لله سبحانه وتعالى. جميل. كفارة اليمين، لا نريد أن نتكلم عن النوع الثالث، المنعقدة، اليمين المنعقدة. تفضل. اليمين المنعقدة أن يحلف على شيء يريد فعله أو يريد منع نفسه منه، وهو بذلك عالم ومختار غير مكره، وهو عاقل بالغ. إذا حلف على شيء يريد أن يفعله بهذه الاعتبارات وبهذه الشروط فهي اليمين المنعقدة، بمعنى أمر مستقبل وأمر ممكن أن يفعله، واضح؟ فإذا حلف على ذلك بهذه الشروط يكون قد انعقدت يمينه. فإذا حنث فيها، بمعنى إذا حلف على فعل شيء ولم يفعله أو حلف على ترك شيء وفعله فإنه قد خالف يمينه. الحنث بمعنى المخالفة، يعني خالف يمينه، فتجب عليه الكفارة. جميل. ما هي الكفارة؟ الكفارة ذكرها الله عز وجل صريحة في سورة المائدة، قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الله سبحانه وتعالى بيّنها بيانا شافيا. أولا أن هذه الكفارة 3 أشياء على التخيير، فإذا لم يستطع هذا الحانث لم يستطع على واحدة منها فإنه ينتقل إلى الأخرى، إلى صيام 3 أيام. ألاحظ في أكثر من مرة يعني من الناس اليوم أنهم إذا حلثوا في أيمانهم لجأوا إلى الصيام مع قدرته على واحدة من هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل، وهذا غلط. بمعنى أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ليس الطعام الممتاز أو الجيد جدا مثلا، وليس الرديء، بل هو من الوسط. هذه واحدة. جميل. ويطعم 10 متعددين، يعني 10 مساكين وهم الفقراء متعددين، يعني لا يطعم واحدا ويكرر عليه الإطعام، بل يطعم مختلفين، 10 مختلفين عن بعض. هذه واحدة. أو الله عز وجل قال أو، يعني للتخيير، أو كسوة 10 مساكين يعطيهم من اللباس ما يجزئهم في الصلاة، يعني في سترين في الصلاة. جميل. أو تحرير رقبة مؤمنة قادرة على العمل وإن كان في هذا الزمن لا يوجد متعذرة. لا يوجد. نعم. متعذر هذا الأمر. إذن يبدأ بالسهل. أيوة. لا، يبدأ بالأصعب اللي هو اللي على التخيير. هو مخير بين 3 أشياء، ثم بعد ذلك إذا ما استطاع على فعل هذه الأشياء يلجأ إلى الصيام، يصوم 3 أيام متتابعة. جميل. نعم. طبعا في بعض الصور للأيمان، ذكرنا يمكن بعض الصور ولا؟ يعني هي الصيغة اليمين، والله أو بالله، يعني الجائزة والممنوعة. إحنا ودنا يعني الجائزة هي معروفة، الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ومنها المصحف. لو واحد حلف بالمصحف جائز، قال والمصحف مثلا وبآيات الله، لأن المصحف كلام الله سبحانه وتعالى. يجوز يعني إذا أراد الآيات. إذا أراد الآيات المنزلة فهو صفة، حلف بصفة من صفات الله عز وجل. جميل. ولكن بعض الناس يحلف يقول برب المصحف، هذا غلط. لأن المصحف صفة من صفة، لأن المصحف يحتوي على آيات الله، فهو يريد الآيات، والآيات صفة من صفات الله عز وجل وهي كلامه سبحانه وتعالى. يعني يجوز تقول
ورب هذا المصحف لا لا يقول والمصحف والمصحف وبالمصحف ما في بأس. أه. لأنه إذا أراد الآيات المنزلة فهو قد حلف بصفة من صفات الله. واضح. وهناك اليمين الممنوع طبعا ذكرنا كما ذكرنا بعضها الحلف بغير الله عز وجل. جميل. خلينا نتكلم شوي الشيخ سعد عن أحكام الإيمان. يعني مثلا يعني كثرة الحلف مثلا والحنث، مثل ما أشرنا يعني في أول الكلام أن كثرة الحلف هذا الشيء لا ينبغي أن يصدر المسلم. ولذلك لما نقرأ سورة التوبة التي فيها ذكر لصفات المنافقين تجد فيهم هذه ويحلفون وسيحلفون سيحلفون بالله، والكلام عن المنافقين مما يدل على أنها صفة غالبة فيهم. واضح. وإلا فإن المؤمن يعظم الله سبحانه وتعالى فلا يحلف إلا ما يستحق الحلف من الكلام المهم ومن الكلام الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. وإن كان صادق أبو عبد الله، حتى وإن كان صادقا يعني أحيانا لمرات بعض الأشخاص يبي حلف مو لجل يعني لجل الآخرين يصدقون هالكلام اللي قاعد يقوله. هو إذا كان الكلام الذي يقوله مهم ورأى من المخاطبين منهم الإنكار أو الاستنكار أو التكذيب فإنه يحلف ليؤكد كلامه. كلامنا عن إذا لم يحتج إلى الحلف. نعم. كذلك إذا من حلفت له، هذا الذي حلفت له يجب عليه أن يظهر التصديق حتى ولو كان في نفسه مكذبا للقائل، تعظيما لله تعظيما الله سبحانه وتعالى، يعني يقنع بكلامه حتى ولو كان ظاهرا تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. جميل. وتعرف القصة لما عيسى عليه السلام في الإسرائيليات رأى سارقا فقال له عيسى عليه السلام سرقت؟ فقال والله ما سرق، قال صدقتك. يعني تعظيما لكلام الله مع أنه رأى. نعم. يعني هناك في بعض الأشخاص يحلف على عياله أبو عبد الله. إيه؟ يعني هل يجوز هذا الأمر؟ هو يعني هو يريد بذلك حثهم على ذلك، حثهم على فعل يريده أو منعهم على شيء لا يريده. فإذا حلف فيجب على أبنائه أن يبروا بقسمه، وليس هذا خاصا بالوالد مع أبنائه، بل كل مسلم إذا حلف لك أو سألك بالله عز وجل أن تبر بهذا القسم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سألكم بالله فأجيبوه. فأجيبوه يعني تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذا أمر. ولكن يعني مثل هذه الأشياء التي تصدر من الوالد لأبنائه لا بد من مراعاة المصلحة في ذلك. إذا كان هذا الذي أقسم عليه لهم أن يفعلوه إذا كان فيه مصلحة وليس فيه مخالفة للدين ولا للدنيا فإنهم يفعلونه بصدر منشر، وهذا من البر والإحسان. جميل. نعم. بعض الأشخاص هو يكلمك عبد الله يقول لك أحلف، ليش تحلفني؟ يعني هل يعني لازم إني أصدق قدامي يقول أحلف؟ إذا قال والله خلاص صدقته. هو الأصل في المسلم الصدق. الأصل في المسلم ظاهر العدالة، يعني من المصلين ومن الصالحين الأصل منه الصدق، إلا يعني أحيانا يلجئه إلى القسم إذا كان الأمر عظيما يبي يطمن، يريد أن يتطمن ليس تكذيبا لتكذيب الله، وإلا فإن الأصل لا يلجئه إلى هذا. جميل. والحلف على المصحف أبو عبد الله؟ الحلف على المصحف مثل ما قلنا قبل قليل الحلف بالمصحف هذا إذا كان يقصد الآيات المنزلة فهو أقسم بصفة من صفات الله وهي كلامه سبحانه، ولكن القسم على المصحف بمعنى يجعل المصحف على يده اليسرى ويضع يده اليمنى عليه، أو أنه يجعل المصحف على طاولة مثلا ويجعل لها، هذا ليس له أصل من فعل السلف رضي الله تعالى عنهم. وضع اليد يعني؟ نعم، ليس له أصل. ما له أصل. أي. جميل. ذكرنا قبل شوي الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وأيضا بعض الأشخاص عبد الله يعني يحلف بالطلاق، يعزم بهالكلمة هذه علي الطلاق، يعني هذه إشكالية كبيرة عندنا في المجتمع. إشكالية وتتضمن أمورا يعني مخالفة أن يحلف بالطلاق. أولا اللي يحلف بالطلاق كأن المرأة عنده أمر يعني مستهان به، لا حول
وهي المرأة، هي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي الزوجة، هي صانعة الرجال، هي مربية الأجيال. والآيات والأحاديث في تكريمها أمر عظيم، حتى صحيح. أنزل الله عز وجل سورة كاملة تسمى سورة النساء الكبرى، وهي سورة النساء. وكذلك الله عز وجل شرفهن بأشياء عظيمة، وجعل لهن من المكانة، وجعل لهن من الملكية الخاصة، مما يدل على أن كل عادة جاهلية قد محاها الإسلام. هذا أمر، فلا يستهن بأن يحلف على طلاق زوجته وهو قد أخذها بميثاق غليظ، وأخذ منكم ميثاقا غليظا، فهذا فيه شيء إخلال بهذا الميثاق. الأمر الثاني أنه لو قال عليه الطلاق أو أطلق زوجته، يعني حتى يحث على شيء أو يمنع من شيء، فإنه قد حلف بغير الله عز وجل كما قال بعض أهل العلم، لأن هذا صيغة حلف وصيغة يمين. فاليمين لابد أن يكون بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. الأمر الثالث وهو ما يقع فيه الإشكال إذا حصل، يعني إذا حنث في هذا اليمين أو في هذا الطلاق، يمين الطلاق مثلا، إذا حنث يقع فيه إشكالية. ما هي الإشكالية؟ ما هي بعدها؟ هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ هل يقع الطلاق يعني عند الله عز وجل أو لا يقع؟ هذه فيها معترك بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء على أنه يقع طلاق إذا حلف بالطلاق ثم حنث، واضح. وقليل من العلماء من يعني يجريه مجرى كفارة يمين. وهذا الأمر لا، يعني لماذا تلجأ نفسك إلى مثل هذا؟ تصل لهذا الأمر؟ نعم، يعني بعض الأشخاص يحلف باليمين دائما، كل كلامه والله هو يعني كل يعني كلماته دائما بالحلف. هذه تفيده هو شخصيا، يعني مثل ما تكلمنا يعني في مسألة كثرة الحلف، ولكن لعلك تقصد نية الحالف نفسه. بالضبط، نية الحالف، يعني هو لا شك أن اليمين المعتبر فيها النية، نية الحالف على ما نواه. مثلا لو قال القائل مثلا والله لا أنام على الأرض، والله لا أنام على الأرض، هو لا يقصد الأرض، هذا يقصد مثلا الفراش إذا كان على الأرض، فنام على الأرض نفسها لا يعتبر حانثا، يحنث إذا نام على الفراش. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من نيته، أنه نوى بالأرض، نوى الفراش ولم ينوي الأرض التي هي الأرض، واضح؟ جميل. فيرجع مثلا لو أن إنسانا قال والله لا آكل هذا الخروف مثلا، فأراد لما ذبح الخروف هذا يقول أنا أردت لحمه، فلا يمنع من غير اللحم، واضح؟ مثل قال والله لا ألبس ثوبا من قطن، فلبس فنيلة من قطن مثلا، فهو يقصد الثوب في اللغة يطلق على كل ما يلبس، صحيح. ولكن حنا بعرفنا الثوب هذا الخارجي، الدشداشة، فهو لبس الفنيلة، نقول لا تعتبر حانثا لأنك نويت الثوب اللي هو الدشداشة، فترجع اليمين إلى نية الحالف. طبعا إذا كان اليمين من أشياء متعددة، من جنس واحد، فهل يكفي فيها كفارة واحدة أم لا؟ هذا يرجع إلى أنه إذا حلف فحنث ولم يكفر فإنه تلزمه كفارة واحدة إذا كانت من جنس واحد. إذا قال والله لا آكل هذا الطعام ثم كرر هذا، والله لا آكل هذا الطعام ثم كرر هذا في وقت آخر أو في نفس الوقت، كرره أكثر من مرة، فعند ولم يكفر للمرة الأولى ولا الثانية فيتكفيه كفارة واحدة، واضح. ولكن لو قال والله لا آكل، والله لا آكل هذا الطعام، والله لا أكلم فلانا، والله لا أدخل بيت فلان، والله لا آكل التفاح مثلا، فهذه أربعة أيمان، وثم حنث في كلها، فتلزم عن كل واحدة كفارة. لأن تغيرت الأجناس هنا بخلاف الأولى. نعم، جميل. البعض يعني عليه كفارة وصام، شنو الطريقة؟ الذي عليه كلام أهل العلم أنه لا يجزئه هذا الصوم، لابد إذا كان قادرا على واحدة من الثلاث التي هي الإطعام
أو الكسوة أو عتق الرقبة إذا كان قادر. اللي ذكرناهم بعد درجة شوي. أي والأمر سهل ليس بصعب، فإن لجوءه إلى الصوم مع قدرتي على هذا لا يجزئه، لا بد أن يعيد إحداثه. إحنا نتكلم عن صيام رمضان، صيام رمضان ولا أي صيام؟ لا صيام مستقل. هذا يسمى الصيام كفارة لأجل هذا الشيء. جميل. ويشترط فيها التتابع على قول جمع من أهل العلم، لا بد أن يصومها 3 أيام متتابعة ليست متفرقة. إذا أفطر يعيدها من الأول. إيه. واللي حلف كاذب شنو كفارته عبد الله؟ الحلف الكاذب لا شك أنه آثم وأن هذا الفعل محرم. مجرد كلام من غير حلف من غير حلف حرام، فكيف إذا انضاف إليه حلف؟ فإن هذا الحلف حلف كاذب، لا شك أنه لم يعظم الله عز وجل حق تعظيمه. جميل. فعليه التوبة والاستغفار ولا كفارة، يعني ولا كفارة عليه. احنا تكلمنا، خلينا نتكلم ابو عبد الله الشيخ سعد الشمري عن النذر. ما هو النذر؟ تعريف النذر عفوا. النذر هو في اللغة الإيجاب، ولكن في الاصطلاح هو أن يلزم المكلف اللي هو العاقل البالغ نفسه بشيء لم يلزمه الله عز وجل به. واضح؟ يعني لم يلزمه بأصل الشرع. لو قال لله عز وجل علي أن أصلي الفجر، هذا ليس نذرا، لأن هذا مطالب به من بأصل الشرع. نعم. ولكن لو قال لله عز وجل لله علي أن أصلي ركعتين الآن، نقول هذه الركعتان واجبتان عليك بنذرك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا هو النذر. إذن النذر مكروه ولو فاء به لازم عبد الله؟ نعم، هو ابتداء النذر. أولا يعني النذر من حيث هو عبادة من العبادات التي لا يصرفها المرء إلا لله عز وجل، فالذي ينذر لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. صحيح. ولذلك الله عز وجل مدح أهل الإيمان بأنهم يوفون بالنذر، قال يوفون بالنذر كما في سورة الإنسان، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكذلك كما قال في الحجيج: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا النذر لابد أن يصرف لله سبحانه وتعالى، أي نذر، صوما أو صلاة أو حجا أو اعتمارا أو صدقة أو أي شيء من الأشياء التي ألزم بها لابد أن تصرف لله عز وجل. جميل. هذا الأمر. فضل. ولكن ابتداء النذر كون الإنسان يلزم نفسه بشيء، فهذا لم يحبذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال: فإنما يستخرج به من البخيل. وذلك أن الإنسان إذا نذر والله عز وجل حقق له ما نذر عليه، فإنه غالبا يتقاعس ويجد في نفسه مشقة. وكذلك أن النذر لا يغير من قدر الله عز وجل شيئا، لا يقرب بعيدا ولا يبعد قريبا ولا يغير من قدر الله عز وجل شيئا، ولكن لو فعله الإنسان لو صدر منه فيجب عليه أن يوفي به. ولذلك نلاحظ قول الله عز وجل، قوله يوفون بالنذر. نعم. فالله عز وجل مدحهم على وفائهم بالنذر ولم يمدح على ابتدائهم بالنذر. وهذا ملحظ واضح، يوفو يعني بمعنى على فرض لو صدر منهم نذر فإنهم سرعان ما يوفون به ولا يتأخرون عن الوفاء به. جزاك الله خير فضيلة الشيخ سعد الشمري، تقريبا وصلنا للنهاية وقلنا سرقنا الوقت بسرعة. أيوة. في أكثر من سؤال ما سألتك إياه، شكرا لك. كلمة بعجالة، شكر، تفضل. يجب على المسلم يعني من ذكر أو أنثى أن يتقي الله عز وجل، وخاصة فيما يتعلق بلسانه. صحيح. فلا يصدر منه إلا ما هو خير أو يسكت عن شر، والقاعدة في ذلك قوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن هناك من يحصي عليك أعمالك وتجدها مكتوبة لك أو عليك. والقاعدة كذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليقل خيرا أو ليصمت. جزاك الله خير فضيلة الشيخ سعد شمري الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أبو عبد الله، أسعدتنا في هذا اللقاء وشكرا لك. خير. أسأل الله عزك بارك فيك. إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى متجددة. إلى ذلك الحين كونوا بخير، في أمان الله.